الصلاة والسلام على رسول الله أن هذه سيارة رينو كليو فيها مشكل بسيط وصعب في نفس الوقت وسهل وصعيب. أن هذه الكليو اللي هي أعطيتكم فيها السؤال وقلت لكم شنو يكون المشكل اللي فيها، اللي هي ما تحبش الديماري وتاكل الماء ما تحب. توا باش نحلوا ونشوفوا شنو اللي موجود في المحرك بالضبط. أنا عارفه من الأول لكن ما نحبش نوضحها إلا ما نتأكد. طبعا هي ما تحبش الديماري على خاطر فما ماء فوق البيستون، كي الماء يبدا يطلع فوق البيستون ويتعبى البيستون بالماء ما عادش يدور المحرك بطبيعته، لأن توا فيها يا أما جوان كلاس ولا كلاس ولا بلوك. توا باش نحلوها معاكم، هيكل باش يحل الكلاس ونشوفوا. أول حاجة باش نعملوها هي باش نحلوا الكلاس ونشوفوا.
نشوفوا هنا كاش الرغوة نتاع الماء، هذيك الرغوة علامة اللي فما ماء في المحرك. شفتوا لو شفتوا هنا، علاش قلت لكم انا ما يحبش ديماري الموتور؟ شفتوا البيستون كيش معبي بالماء؟ هذا يعمل حاجز ما يخليش الموتور يدور. تو كان نضربوا ديماري غير الشان من ناحيه، كان نضربوا ديماري تو الموتور يدور عادي. هذا كيف يسموا المشكله، علاش كيف يفسد الكلاس او يسوس، يهبط الماء يركح فوق البيستون ما عادش يخلي الموتور يدور. تحبلوا يبدا يخرج فيه بشوي 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 يدور فيه، لان لين يخرج مع لاديميسيون مع لي شابون باش يدور الموتور ينجم تخدم، خاطر في ليسونس ما يقلقش، مش كيما المازوت في المزينة ما ي... هذا المشكل اللي حكيت لكم عليه هنا في الفيديو، قلت لكم شنو علاش السبب عمك علي يضرب في الدمرير والموتور ما يدورش. هذا المشكل. توا هذه باش نشوفوا المشكل هذا علاش البيستونات تعبوا بالماء، باش نشوفوه على عين المكان في الكلاس. شوفوا هنا توا الديفو منين، كي نحينا الجوان ما يظهر تحت منه شيء، بعد ما تنحي الجوا تلقاها. شفتوا الكلاس كيف سوس؟ شوفوا الماء منين دخل البيستون، هذه شفتوها بيضة، هذه هاو البلاص السوس منين، هذه هي بلاص السوس، هذا يسمى كلاس مسوس، وهذا ما يتصلحش خاطر على البيستون قد. هذا كان المشكل وين اللي صار، علاش تاكله في الماء وتعمل البريسيون في الدبوزة في الخزان تاع الماء، تعمل ضغط في الخزان تاع الماء وتاكل الماء وما تخدم الا بالسيف، وتخذ في ثنيه تمشي ثلاثة استيوانات بركة او ثلاث سنين نقول احنا او ثلاثة بوجيات بركة. هذاك الديفو منين اللي صار له في الكره. ان شاء الله تنفعكم الحلقه هذه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.